اليوم المؤتمر الوطني الثالث للجامعة الوطنية للتخييم لجمعية المواهب كما قلت سالفا أسست هذا الصرح بفعل وبفضل الرجالات وبفضل الرواد والحكماء ديال جمعية المواهب الترجي الاجتماعية. هذا الصرح الجمعوي اللي هو الجامعة الوطنية للتخييم اللي هو شريك أساسي مع وزارة الشباب فيما يتعلق بقضايا الطفولة والشباب وخاصة بالخصوص المخيمات الصيفية. نحن بصدد هذا المؤتمر اللي غتطرح فيه مجموعه من القضايا المتعلقه بالهيكله والمؤسسه ديال هذا الاطار العتيد والنظر في القوانين المؤطره لهذا الاطار الجمعوي اللي هو الجامعه الوطنيه للتخييم، اعاده النظر في القوانين ديالو، كذلك طرح مجموعه من التساؤلات حول الاطار القانوني التوسع وكذلك الانتماء ديال الجمعيات المحليه والجهويه وكذلك المتعدده الفروع والجمعيات الوطنيه، بمعنى طرح الاسئله جوهريه على الجانب القانوني، هذا فيما يخص المؤسسه والهيكله ديال الجامعه. الموضوع الثاني واللي هو اساسي جدا واللي هو الترافع، موضوع الترافع اللي هو اساسي لانه بالفعل الجامعه الوطنيه للتخييم تمثل مجموعه من الجمعيات الوطنيه الجهويه وكذلك المتعدده الفروع والمحليه، ولكن اصبحت تسقط واحد الجانب ديال انها اصبحت وسيط. المهمه الثانيه اللي هي الترافع، كاين شويه ديال الضعف، كاين شويه ديال التراجع، وبالتالي يجب اعاده الاعتبار لموضوع الترافع ديال قضايا الطفوله والشباب، وهذا الموضوع سيتم فتحه من خلال اشغال هذا المؤتمر، وبالتالي وضع ملفات معينه وقضايا معينه التي يجب على الجامعه ان تتناولها بالتحليل والدرس وكذلك بالترافع ووضع ملفات مطلبيه في هذا الموضوع. يعني يجب ان تلعب الجامعه الوطنيه للتخييم ضوء الترافع في قضايا الطفوله والشباب. بالفعل نحن نتواجد كجمعيه وطنيه في هذا المؤتمر لطرح هذه القضايا وبالتالي النقاش فيها مع الشركاء ديالنا ومع الجمعيات الوطنيه المحليه والجهويه والمتعدده الفروع طيله اشغال المؤتمر التي ستنعقد بالدار البيضاء ايام 25 26 27. هذا بخصوص المؤتمر الذي ينعقد في هذه الايام. هناك كذلك اما بخصوص قضايا الطفوله والشباب وتعامل حكومه اخ النوش مع هذا الملف، هذا الملف كما هو معلوم هو من الملفات الشائكه والمعقده التي تتطلب سياسات عموميه واضحه، سياسات عموميه مندمجه، سياسات عموميه دامجه، سياسات عموميه ديال القرب، وبالتالي تحليل الواقع الملموس بواحد دراسة معينة والإجابة على مجموعة من التساؤلات واستحضار الموضوع ديال الجهوية على اعتبار أنه الطفولة على صعيد التراب الوطني هناك مسألة ديال الجهة اللي يجب إعادة الاعتبار لها، ولكن ماشي بالنظر المؤسساتي أو القانوني ولكن بالعمق والجوهر بالتحليل ودراسة الإشكالات التي مطروحة على القضايا ديال الطفولة والشباب. نتمنى أن هذا المؤتمر ديال الجامعة الوطنية أن يخرج بخلاصات وتوصيات وبيان وكذلك لما لا بمذكرات واضحه في هذا الشان تهم قضايا الطفوله والشباب، تعامل الحكومه وتعامل القطاع الوصي مع هذا الموضوع، وكذلك تناول واحد الموضوع ديال الالتقائيه على اعتبار ان موضوع قضايا الطفوله والشباب تهتم به مجموعه من القطاعات، يجب كذلك النظر في هذا الموضوع على اعتبار انه مجموعه من القطاعات الوزاريه والمؤسسات العموميه تتداخل في هذا الموضوع، بالتالي يجب طرح واحد الرؤيه مشتركه في هذا الموضوع، ونتمنى من المؤتمر ديال الجامعه الوطنيه للتخييم ان يجيب على هذه التساؤلات وان يطرح البديل وان يطرح المذكرات المطلبيه في هذا الشأن.